بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده الـ Composable Function can execute in any order، يعني in any order، يعني نقدر تقدر تتنفذ بأي ترتيب. If you look at the code for Composable Function، لو بصينا على الكود اللي جاي ده، you might assume that، ممكن تفترض إن الكود ده هيرن in order، بالترتيب اللي هو ظاهر بيه، يعني هينادي على Start Screen وبعد كده الميدل وبعد كده الاند. حلو، but this isn't necessarily true، يعني ده مش بالضروره يكون صح. if a composable function contains call to other composable function، لو واحده من دول بتكلم او بتنادي composable function تانية، those functions might run in any order، ال functions دول ممكن يرنوا باي ايه ترتيب. ال compose has the option، ليها الاختيار of recognizing that some UI elements are higher priority than others، ان هي تتعرف ان في بعض العناصر في اليو اي ليها اولويه اعلى عن عناصر تانيه، and drawing them first، وتخليها ترسمهم هما الاول. على سبيل المثال افترض الكود ده زي ما شرحنا، the calls to start screen، انك تنادي او الكومبايلر ينادي على الستارت سكرين وبعد كده الميدل سكرين واند سكرين، might happen in any order، ممكن يحصل بأي ترتيب. This means you can't، for example، ده معناه إنك ما تقدرش على سبيل المثال have start screen set some global variable، إن تخلي ال start screen تست قيمة من نوع global، متغير من نوع global، a side effect، ده أثر جانبي، and have middle screen، حلو، take advantage of that change، وتخلي الميدل سكرين تاخد الايه القيمه الجديده اللي انت غيرتها في الستارت سكرين. ليه؟ لان هو ممكن ما يتعملوش او ما يتنفذوش بالترتيب، فبالتالي القيم مش هتتغير مع بعض. طيب instead، بدل من ده، each of those functions، وكل واحده من الفانكشنز دي need to be self contained، محتاجه ان هي تبقى خاصه بنفسها، كل variable خاص بيها. زي ما قلنا برضو الـ Composable Function تقدر تعمل لها run بشكل متوازي. الـ Compose can optimize recomposition by running Composable Functions in parallel، بشكل متوازي. This lets Compose take advantage، بيخلي الـ Compose ياخد مزايا of multiple cores، في أكتر من جزء، and run Composable Functions not on the screen at the lower priority، للحاجات اللي ليها أولوية أقل. طيب this optimization means a composable، معناه ان composable function ممكن تنفذ within او تتنفذ جوه bool background thread، جوه background thread. حلو، if a composable function calls a function on a view model، لو ال composable function بتاعتي بتنادي على function جوه ال view model، ال compose might call that function، ممكن تنادي على function ده ال function دي من خلال several threads، أكتر من thread في نفس الوقت. طيب to ensure your application behaves correctly، عشان تتأكد إن الأبلكيشن بتاعك بيتصرف بشكل صحيح، كل الـ composable functions should have no side effect، المفروض ما يبقاش ليها أي أثر جانبي. بدلا من كده اعمل trigger للـ side effects من خلال الـ callback، زي الـ on click that always، اللي دايما بيحصل لها execute، تنفيذ on the UI thread، في ال UI thread. when a composable function is invoked، لما بتيجي تستدعي composable function، the invocation might occur on a different thread، الاستدعاء ده ممكن يحصل في threads مختلفة from the caller، من اللي بيستدعيها. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الكود that modifies variable in a composable lambda، الكود اللي انت بتغير فيه قيمة المتغير بتاع الـ Composable Lambda should be avoided، لازم تتجنبه. Both because such code is not thread safe، الكود ده مش thread safe، مش آمن. حلو، لو الثريدز مختلفة، and because it is an impossible side effect of the Composable Lambda. ده مثال بيوضح لك ازاي الـ Composable بالديسبلاي بتعرض لستة والكاونت، ادي رو هوريزونتال ارينجمنت
وكولوم بيلوب على الايتمز العناصر بتاعتك وبيعرض ايتم ورقم العنصر، وجواه تكست بيعرض حجم الليسته كلها قد ايه. الكود ده از سايد افكت فري، خالي من الاثار الجانبيه، وبيعمل ترانسفورم للانبوت ليست جوه اليو اي. This is great code. الكود ده كويس جدا عشان يديسبلاي يعرض لسته صغيره. طيب however if the function writes to a local variable، لو كريتنا متغير محلي local جوه الفانكشن، this code will not be thread safe or correct. مش هيبقى امن من ناحيه الثريد سيفتي ومش هيبقى صحيح. طيب ادي نفس الفانكشن list with bug، ادي add deprecated example with a bug. هنا كاريت متغير لوكال زي ما قلنا، هنا لو كاريت متغير لوكال، فكاريت متغير لوكال هنا ما كانش مكاريته، حلو، هنا كان بيقول my list dot size. طيب لو عملنا var items بيساوي 0 ونادينا على الايتمز ده، حلو، عملنا له بلس بلس هنا مع التكست ده، avoid side effect of the column recomposing، ونادى على التكست count والitems، هيعرض عدد الitems بعد ما يخلص. طيب in this example، في المثال ده الitems is modified with every recomposition، يعني بيتعدل مع كل recomposition هيحصل. That could be every frame of an animation or when the list update. Either way the UI will display the wrong count. Because of this write like this are not supported in Compose. انك تكتب الحاجة بالمنظر ده مش متاح او مش مدعم في الكمبوز، عن طريق الكمبوز. By prohibiting those writes we allow the framework to change threads. بنخلي او بنسمح للفريم ورك ان هي تغير الثريد عشان تاكسكيوت الكومبوزابل لامبس. يعني تخيل انت بتعمل تحديث للايتم ده، كل مره بتعمل مثلا انيميشن، فكل ما يحصل ريكومبوزيشن كل ده ممكن يعرض رقم غلط، لان الايتمز دي كل شويه بيحصل لها ريكومبوز وبيتنادى عليها من اول وجديد، فعشان كده مش مسموح انك تعمل الكلام ده في الكومبوز. هنكمل المرة اللي جاية.